عيد ميلاد فورتنايت للسنة الثالثة، رقصات البي تي اس، ستايل لولفرين، بيكاكسات، سكنات جديدة، ألوان، شكل باص رح يتغير مرتين بهذا السيزون، وكتير أشياء تغيرت معنا بالنسبة لهذا التحديث. وبص جديد طبعا قادم معنا للعبة فورتنايت اللي هو وولفرين، فكل هذا رح نحكيه بفيديو التسريبات الخاص بتحديث 14.20. فإذا أنت أول مرة عند تشاهد الفيديو على القناة، يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس، تحط لك تكتب كومنت، لأنه الكومنت بيهمني جدا برأيك مشان نحسن بالمحتوى. قدام بالأتم شوب نيمو 9، وحملتنا نوصل ل20,000 قبل نهاية السنة، يا ريت تدعمني فيها بالاشتراك. فلا والله بسكان الطابة الأرضية وفيديو جديد. مبدئيا تحديث 14.20 يا شباب نزل معنا، ونزل معنا اشياء كتير طبعا مثل العادة، مثل كل فيديو التسريبات الخاص بالتحديثات تبع فورتنايت. اول شي بذكر لكم الاحجام، لانه في بعض الناس ما بتعرف الاحجام. بالنسبة للاحجام لهذا التحديث مو هل كتير عالية، يعني متوسطة. بالنسبة للاكس بوكس رح يكون 2.70، وبالنسبة للنينتندو رح يكون 1.7، وبالنسبة للبلايستيشن 4 2.70، وبالنسبة للبي سي 1.70 جيجا بايت. طبعا كلياتهم جيجا ميجا، يعني 2.700 جيجا هيك يعني. فالتحديثات مثل ما هنن كالاتي، سهلين كتير وقلال وصغار وما بدهم وقت كتير. بالنسبة للاضافات، يعني صار في اضافات حلوة وصار في اضافات مو حلوة. يعني هلا اول شي بالنسبة للاضافات الحلوة، ستايل وولفرين، عيد ميلاد فورتنايت للسنة الثالثة، وهدايا وايموت جديد بالنسبة لعيد ميلاد فورتنايت، ورقصة وكل شيء. يعني حيكون في شغلات كتير حلوة بالنسبة لهذا السيزون. خلينا نحكي بالنسبة للتسريبات بالترتيب. رح نحكي أول شيء على الإضافات كلياتها. الإضافات كلياتها اللي ظاهرة أمامكم هي جميع الإضافات بالنسبة لسكنات، رقصات، باك بلينج وأشياء. هلا رح أفصلكم إياهم بالتفصيل. بالنسبة أول شيء للألوان، هدول اللونين أول شيء تمت إضافتهم معنا، عاديات هدول رح ينزلوا على الأيتم شوب. وبعد منا للبيكاكس، هدول البيكاكس كلياتهم اللي ظهروا معنا بالنسبة لملفات اللعبة. وبالنسبة للرقصات، الرقصات رح يكونوا على الشكل الآتي: رقصتين للبي تي اس اللي هن ظاهرين أمامكم، هاي الفرقة الكورية اللي احنا رح نحضر حفل تبعهم. هدول رقصات البي تي اس رح ينزلوا معنا على الآيتم شوب، ورقصات بالنسبة لعيد الميلاد، ورقصة تانية رح تنزل بالآيتم شوب. أنا رح أتركك مع مقطع بورجيك الرقصتين اللي رح ينزلوا على الآيتم شوب، ورقصات البي تي اس ما بقدر أعرضها أنا مشان حقوق النشر. هي هيك بالنسبة للألوان والبيكاكس والرقصات اللي تمت إضافتها معنا. هلا بقى خلينا ننتقل لموضوع الروكت ليج. موضوع روكت ليج يا شباب كلاتنا بنعرف انه اليوم 23/9 يوم التحديث 7 فورتنايت رح تنزل روكت ليج ان شاء الله الساعة 6 المغرب بتوقيت مصر، والساعة 5 بتوقيت السعودية. رح تنزل بشكل مجاني ان شاء الله، رح تنزل على متجر ايبك جيمز رح تاخده. في فيديو كمان انا شرحته رح يطلع لك على اليمين او على الشمال، بيحكي فيه عن التحديات وكيف تاخذ شغلات. بالنسبة للشغلات انا حكيت بالتسريب تبع روكت ليج او تبع لعبة روكت ليج، حكيت شغلة غلط وانا بعتذر عن هذا الموضوع، انه هدول مو سكنات للسيارات تبعات لعبة روكت ليج، هدول طلعوا باك بلينج او ظهرية على شكل سيارة. طبعا انت شوف فيديو التسريبات او فيديو التحديات بشكل كامل لروكت ليج حتى تعرف كل شيء انا شو عم بحكي. هدول تمت اضافتهم معنا بشكل باك بلينج لسيارة صغيرة، حلوين كتير ورائعين هيك شكلهم ظريف يعني. اما بالنسبة للستايلات، الستايلات اللي تمت اضافتها معنا، تم اضافة ستايل لولفرين، وتم اضافة ستايلات بالنسبة لهدول. هل هدول ستايلات ولا هل هدول شو من حزمة؟ لحد الان ما بنعرف، ولكن الستايل مؤكد معنا اللي هو ستايل وولفرين. بالنسبة لستايل وولفرين حكينا عليه وحكينا عليه، لحنا دائما بناخذ كصناع محتوى بناخذ ايميل قبل التحديثات بساعات. يعني مثلا التحديث بيكون الساعة 9 الصبح، شركة ايبك جيمز بتبعت لصناع المحتوى ايميل الساعة 12 بالليل قبل 12 ساعة او 10 ساعات يعني، بتحكي فيه عن التغييرات. بالنسبة للايميل اللي تم ارساله لنا هذا الايميل بالنسبة لهذا التحديث، انه رح يكون في نيو بوس وولفرين، رح يكون النيو بوس معنا، رح ينزل معنا رئيس جديد مثل ايرون مان ومثل دكتور دومز مثل مايديس مثل كل هالشخصيات، رح ينزل على شكل وولفرين، ورح يكون له منطقة خاصة به، ورح يكون في له بوتات او هانشمان وله سلاح وله خزنته، يعني بوس. رح ينزل وولفرين على شكل بوس، ولكن ما عرفنا وين منطقته، لانه حاليا هلا نزل معنا مكان جديد رح يكون باسم سوبر ستور اللي ظاهر امامكم. هذا المكان الجديد اللي يمكن ينزل فيه مو معروف، ولكن هو على حسب الايميل اللي بعثوا لنا اياه المفروض ينزل بمنطقة ويبنجود اللي هي منطقة الغابة. لحد الان مو معروف منطقته وين بالضبط، بس على حسب الايميل رح يكون بمنطقة ويبنجود. اما بالنسبة لهذا الايميل حكينا عليه وحكينا عليه،
هذا الايميل بعتولنا فيه انه طول الرلامة راما لح ينزل معنا مشان لعبة روكت ليج، وبعتولنا شغلة تانية اللي هو مشان عيد ميلاد فورتنايت اللي انا طبعا لح احكي عليه ولازم تشوفوا موضوع عيد ميلاد فورتنايت، وبعتولنا عن البي تي اس بارتي رويال اللي هي حفلة البي تي اس الكوريين، وبعتولنا عن تيك كفر التي ام اللي هو امواج جديدة لح تجي معنا بلعبة فورتنايت. هيك احنا بنكون حكينا لحد هلا يعني نص الاشياء. هلا بالنسبة للسكنات، السكنات اللي اضافوا هو معنا بهذا الشكل يا شباب، هدول هن الاربع السكنات، واثنين سكنات فيهم رح ياخذوا ستايلات تاني او ثلاث سكنات لهم ستايل تاني. انا هلا حتركك مع مقطع صغير بورجيك شكل السكنات والستايلات تبعه. مثل ما شفتوا هدول هن السكنات اللي تمت اضافتهم معنا بشكل جديد. هلا بالنسبه بقى لشكل الباص، شكل الباص يا شباب بدي اياكم تركزوا عليه. كلياتنا بنعرف توني ستارك او ايرون مان بمنطقته الجديده في عباره عن بورد وراسم عليه شكل الباص الجديد وانه بده يحول ويغير شكل الباص، مثل وقت كان عم يخطط لموضوع انه ياخذ المنطقه ويعمل هدول الاشعاعات اللي عم تطلع ويظبط انه هو ياخذ هاي القرنه، وفعلا عمل هذا الشيء. ونحن ما كنا عم نعرف ليش الاجهزه الحمر موجوده. توني ستارك او ايرون مان عم يخطط لتغيير شكل الباص، وفعلا طلع في تغيير لشكل الباص. شكل الباص يا شباب رح يكون بهذا الشكل بعد فتره، الله اعلم مو معروف امتى المده، ولكن هذا رح يكون شكل الباص، رح يكون هيك مثل انه تبع ايرون مان ومظبط ونفاسات وما نفاسات ومدري شو الفكره تبعه. وانا طبعا رح اتركك هلا مع مقطع صغير بسمعك الاصوات الخاصه بالباص كيف رح تكون بالنسبه لحنا وراكبين فيه لحنا وداخلين على جزيره فورتنايت. ما بعرف هلا وين موضوع الباص، هيك رح يكون وهيك رح يطول التغييرات. هذا كله تغييرات ملفات اللعبه، يعني ما عم بحكي شيء زياده من عندي. بالنسبه للشنط، هدول هن الشنط او الباك بلينك. طبعا كلياتكم لاحظتوا انه في شغله جديده اللي هي اسمها الكيك تبع بيرث داي 3. يا شباب هلا احنا رح نفوت على عيد ميلاد فورتنايت. احمد شيء بالنسبه، احمد شيء افضل شيء بالنسبه لهذا التحديث عيد ميلاد فورتنايت. يا شباب عيد ميلاد فورتنايت اللي ما بيعرف ايمتى، انا طبعا نزل فيديو عن عيد ميلاد فورتنايت بيكون طلع لك على اليمين او على الشمال لو حابب تعرف كل معلومات عيد ميلاد فورتنايت. هلا بالنسبه لعيد ميلاد فورتنايت انا طبعا رح اشرح لك التحديات. اول شيء خليني احكي لك شغله، انه نزل تحديات جديده بالنسبه لعيد ميلاد فورتنايت رح تعطينا جوائز. انا طبعا رح انزل لك فيديو منفصل عن تحديات البيرزداي او تحديات عيد ميلاد فورتنايت للسنه الثالثه مشان تكون عارفان كل التحديات. طيب شو التحديات يعني وشو باخذ منها شو هن؟ لو انت اول مره بتحضر عيد ميلاد فورتنايت، عيد ميلاد فورتنايت بينزل فيه تحديات عبارة عن كيك بأرض الماب، بتروح بتلاقي كيك بالماب، بتروح بتقرب على هذا الكيك وبتاكل كيك. وفعلا ملفات اللعبة تم تحديث أكل الكيك معنا أو خاصية أكل الكيك، يعني مثل أيام الشابتر القديم يلي أنا لحقت طبعا عيد ميلاد فورتنايت الأول والثاني، تروح بتاخد أكلات هيك أو بتاخد الكيك عفوا يلي بالأرض وعسكم لايك وبتاكلوا لحتى ينحسب منك التحديات. وطبعا شكل الباص رح يتغير، هذا شكل الباص تبع عيد ميلاد فورتنايت للسنة الثانية، وهذا شكل الباص رح يكون لعيد ميلاد السنة الثالثة اللي هو رح يكون رقم 3 أو رقم 2. هذا مو ظابط يعني أو مو كامل التصميم، بس هيك رح يكون شكله أو مبدئيا. وشكل الكيك طبعا اللي ورجيتكم اياه رح يكون للسنة الثانية، ولكن شكل السنة الثالثة رح يكون بهذا الشكل وعليه رقم 3 وكيكة طويلة وأكبر. شو الجوائز طيب يا نيمو؟ الجوائز رح يكون عبارة عن لون وعن باك بلينك وعن سبري وعن ايموت، هدول اللي ظاهرين امامكم. ورح يكون معنا في هديه ثانيه اللي هي طبعا النغمه اللي هي المفروض دائما تكون، بس ما بعرف هل هي رح تكون ولا ما حتكون ما بعرف. ولكن ملفات اللعبه موجود اللون، موجود الكيك او الباك بلينك، وموجود السبري. مشان يكون عندكم فكره في شغلات مشفره، وفي طبعا الايموت او الرقصه يعني انا اللي عرضت لكم اياها بفيديو الرقصه. في طبعا رح يكون في شغلات مشفره، يعني انا ما بقدر اعرف لكم كل شيء بالضبط لانه في شغلات بتكون مشفره مو معروفه او ما بيتم العثور عليها بملفات اللعبة. واخر شيء بدنا نحكي عليه اللي هي المنطقة الجديدة اللي قلت لكم عليها اللي هي سوبر ستور، نزلت معنا قريب على منطقة هولي هيدج، وشكل الماب بهذا الشكل ما في اي تغيير. واخر شيء بدنا نحكي عليه اللي هي هي الشاحنة اللي قريبة على بليزنت بارك سابقا اللي هي صارت منطقة دكتور دومز،
هون كان في شاحنة موجودة ومقفلة، هلا حاليا الشاحنة انفتحت وفي كأنه شيء هرب منها، اللي هرب منها متوقع يكون وولفرين لأنه رح يروح يأسس منطقة بمنطقة ويبنغود ورح يصير هنيك بوس ورح يكون عنده هانجمة. هيك بالنسبة لكل التسريبات لهذا التحديث، ما في أي تسريبات جديدة أو أي شيء زيادة. عم يقولوا إنه في ممكن يكون هذا البلاد أو بليد هيك شيء شخصية زومبي موجودة معنا من عالم مارفل المفروض إنه تجي معنا على فورتنايت، ولكن هذا الشيء مو مؤكد لحد هاي اللحظة. طبعا في أمواد كتير RTM رح تكون معنا حلوة بالنسبة لفورتنايت حاليا، ورح أتركك مع مقطع صغير بالنسبة للإضافات للبيكاكس لأنه أنا ما جبت لكم إياها، رح أحط لكم إياها بالآخر. فشكرا لكم يا شباب لو كملت مقطع الآخر، بتمنى نوصل 20,000 قبل نهاية السنة، وتشترك لو أنت أول مرة عند تشاهد فيديو على القناة. كود دعم بالأيتم شوب نيومو 9 وبرعاية الله.